من القصص المتصدرة تريند العالمي، برشلونة الإسباني يخسر من غلوريا بالضربة القاضية. بعد أن هبت عاصفة قوية ضربت إسبانيا مصحوبة برياح عاتية وأمطار ثلجية، وليكم كيف أصبح إقليم كتالونيا. بسبب غلوريا أصبحت شوارع كاتالوني مغمورة بزبد البحر، وغلوريا هي عاصفة قوية ضربت إسبانيا ولقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العاصفة. وإليكم أكثر المشاهد رعبا وانتشارا على السوشيال ميديا العالمية. هذه المشاهد المرعبة للعاصفة غلوريا هي جزء من مشاهد رعب أخرى انتشرت على السوشيال ميديا. فالعاصفة غلوريا جاءت مدمرة للأخضر واليابس حتى طلاء المنازل. دعونا نشاهد.